بلاغ تعذيب. تقول الشمائل في مقدمة زاويتها عقب ظهور ضابط الأمن المثير للجدل عبد الغفار الشريف بعد إعفاء صادم لمدير مكتب المخلوع أو مكاتب المخلوع الفريق طه الحسين، انهالت قصص التعذيب المروعة في وسائل التواصل الاجتماعي، أهوال ما حدث داخل ما يعرف عند المعارضين ببيوت الأشباح، اتهامات متلاحقة ضد ضابط الأمن من معارضين وضباط الأمن وناشطين تعرضوا للاعتقال طيلة سنوات الإنقاذ التي ارتكب فيها جهاز أمنها البغيض أسوأ الانتهاكات، لكن تلك القصص والحكايات انتهت عند صفحات التواصل الاجتماعي، فلم تتحرك بلاغات باتجاه ذلك رغم نداءات هنا وهناك بضرورة تدوين بلاغات في قضايا التعذيب. وتمضي الكاتبة إلى أن التعذيب ظل داخل زنازين أمن النظام الإسلامي محل جدل كثيف رغم وجود ضحايا معروفين ماتوا تحت التعذيب، بينما يتهم بعض الإسلاميين معارضيهم الذين حكوا تجاربهم في التعذيب بتلفيق القصص أو تضخيم ما جرى داخل المعتقلات، إلى أن حادثة أستاذ خشم القربة الشهيد أحمد الخير قطعت قول كل مدعٍ ولخصت ما كان يجري داخل هذه الزنازين أو ما يعرف ببيوت الأشباح على حد تعبير الكاتبة. وتختم شمائل زويتها بالقول قضايا التعذيب والتي راح ضحيتها عدد من المعتقلين لا بد أن تخضع لمسار قانوني، وما أكثر من تعرضوا للتعذيب وبعضهم الآن بيننا وبعضهم هاجر وترك البلاد. التعذيب الذي لم يتوقف حتى بعد سقوط البشير فيما جرى في محيط الجيش ليلة الغدر تلك كان شاهداً. الخطوة الأولى لتأسيس دولة مدنية لن تأتي إلا بوضع حقوق الإنسان على أعلى اهتمامات هذه الدولة، وهذا لن يتأتى إلا بتأسيس نظام عدلي مستقل وقوي.